بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن فقهنا مقاصد الصيام وعرفنا الفضائل العظيمة التي أعدها الله عز وجل لأهل رمضان، لا شك أنه ينبغي علينا الدخول في سلك العمل. فكيف يا ترى نرتب برنامجنا اليومية في رمضان؟ الأكيد أن الإنسان يسأل سؤالا، هو كيف أتعامل مع رمضان وكيف يكون برنامجي اليومي في رمضان. فكثير من الشباب والشيب وغيرهم يسألون ويحيرون كيف يعملون في رمضان. لذلك سنحاول بحول الله عز وجل أن نضع خطة يومية للتعامل مع يوم رمضان، مستحضرين في ذلك المرونة وأن يتلائم هذا البرنامج مع كل أحد. فالله عز وجل أخبرنا أن أيام رمضان إنما هي أيام معدودات، أي أنها أيام تنقضي بسرعة. لذلك علينا أن نعد لكل يوم عدته حتى لا يضيع منا رمضان. ومن الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها المكلف في رمضان هو أن يرتب برنامجه اليومية بدقة، بل إنه يجعل رمضان محطة تدريبية لكي يحافظ على وقته خارج رمضان، خصوصا في برنامجنا اليومي نحن الرواحل. والأكيد أن المؤمن ينبغي له أن يبدأ يومه في رمضان بصلاة التهجد والقيام. فالمؤمن مطالب بأن يستيقظ سويعة قبل الفجر لكي يناجي فيها الله عز وجل ويصلي ما تيسر له من الركعات. ويكفينا في هذا الوقت شرفا أن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، ينادي هو عز من قائل: هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له. لذلك جزء كبير من سبب تشريع السحور وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يتسحر المسلمون هو أن نقوم لهذه الساعات المباركات نناجي فيها الله عز وجل. فالعبد يحاول ما أمكن أن يصلي لله عز وجل تنتهي 10 ركعة كما كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما وصفت أمنا عائشة أنه كان لا يزيد على تنتهي 10 ركعة في رمضان أو فيما سوى رمضان يصليها، وهو الوتر النبوي. ثم بعد ذلك إذا الإنسان فرغ من هذا الأمر يجلس يستغفر الله عز وجل، ليصدق فيه قول الله تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، لأن الله عز وجل يتنزل في هذه الساعة يدعو من يستغفرني فأغفر له، فحق لنا أن نكون من المستغفرين. بل إن من الأمور اللطيفة التي يمكن أن نرويها في هذا الباب أن سيدنا عمر هو الذي سن للمسلمين صلاة التراويح. صلاة التراويح هي سنة صنعها عمر رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان إذا مر بالمساجد في صلاة التراويح بعد صلاة العشاء يقول: نعم البدعة هي، أي هذه الصلاة صلاة التراويح، والتي ينامون عنها خير منها، أي صلاة الوتر وصلاة التهجد والصلاة في الثلث الأخير من الليل. ذاك الإنسان يقصد ويعزم على أن يكون من المحافظين على هذا الورد من الصلاة والتلاوة للقرآن والاستغفار في الأسحار، حتى إذا انتهى الإنسان من الاستغفار يذهب لكي يتناول من وجبة السحور ما يسره الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني رغبنا في السحور ويعني جعلنا نسرع إليه، لأن فيه من الفضائل والتواب، بل هو خاصية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الوجبة، وجبة السحور. حتى إذا فرغ الإنسان من وجبة السحور توجه إن شاء الله عز وجل إلى صلاة الجماعة في المسجد. فإن من المقاصد الكبرى لهذا الشهر الفضيل أن يتعود المسلم على صلاة الجماعة، على صلاة الجماعة وعلى كثرة الخطى إلى المساجد، وخصوصا صلاة الفجر. لذلك المسلمون ربما في غير رمضان تجد المساجد مملوءة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب، لكنك إذا ذهبت إلى المسجد في صلاة الفجر تجد المساجد فارغة، حتى إذا وجدت صفا أو صفان فهذا يعني من المساجد التي تعمر في صلاة الفجر. لذلك الإنسان عليه أن يحرص في رمضان على أن يتعود على أداء صلاة الفجر في جماعات،
لكي يحافظ عليها بعد رمضان. وهذا من خبراء التنمية الذاتية، يقولون أن كل عادة يريد الإنسان أن يتمكن منها ويحكمها يحتاج إلى تكرارها 21 يوم. فالإنسان إذا حافظ على الصلاة، صلاة الفجر 21 يوم و30 يوم في رمضان، بالتأكيد أنه سيحافظ على صلاة الفجر بعد رمضان. وهذا مجرب يعني في حياة مئات الناس الذين كان أول عهدهم بصلاة الفجر هو رمضان الكريم، وحافظوا على الصلاة، صلاة الفجر بعد رمضان بعد ذلك. طيب، الإنسان إذا ذهب إلى المسجد وصلى الصلاة في جماعة فهذا له أجر وثواب عظيم. هنا سنة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام يحاول الإنسان أن يحافظ عليها في رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تعالى كان له ثواب حجة وعمرة تامة تامة. أي أن الإنسان إذا صلى الفجر ثم بقي يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس، حتى تطلع الشمس، أي ساعة أو ساعة وربع، الإنسان إذا بقي يستطيع أن يحج ويعتمر 30 مرة في رمضان. الإنسان ماذا سيفعل إذا هو صلى الفجر وجلس؟ يقرأ القرآن، ومن أعظم ما يشغل به الإنسان في رمضان تلاوة القرآن. يأتي بأذكار الصباح والمساء، وهي أمور تذكرناها في برنامجنا الرواحل. ربما يسبح الله، يحمد الله، يدعو الله عز وجل. وقد قلنا في فضائل رمضان أن للصائم دعوة لا ترد، لذلك الإنسان يحاول ما أمكن أن يكثر من الاجتهاد في الدعاء في رمضان. لذلك هذا هو الجزء الأساسي والمهم في البرنامج اليومي للصائم: محافظة على صلاة القيام، وجبة السحور، صلاة الفجر، الجلوس للذكر بعد صلاة الفجر. ثم بعد ذلك يستطيع الإنسان أن ينتقل إلى الأمور الأخرى التي سنفصلها بحول الله عز وجل. بعد أن قام العبد الليل وقرأ القرآن وذكر الله وصلى الفجر في جماعة فقد فاز بيومه وحقق البركات المرجوة من الصيام، فحق له أن يرتاح. لذلك الإنسان إذا أحس من نفسه تعبا في هذه الساعات لا بأس أن يرتاح شيئا يسيرا، يعني قليلا من النوم حتى تعود له همته ونشاطه. وليستحضر الإنسان في نومه في رمضان النية، لأن الإنسان إذا نوى بنومه أن يستعين على طاعة الله عز وجل فسيكون نومه هو أيضا من الأجر والثواب. حتى إذا استيقظ الإنسان انطلق لكي يؤدي وظيفته في الحياة، لأن ديننا يعلمنا أن عمارتك للأرض عبادة. فالإنسان إذا كان موظفا عليه أن يحرص أن يكون أشد إجادة لوظيفته في رمضان، لا كما يفعله كثير من الموظفين في رمضان فيعطلون مصالح المسلمين. لا، الإنسان إذا كان مثلا موظفا في مقاطعة أو ولاية أو مؤسسة معينة، إذا كان في رمضان يعني يقضي مصلحة إنسان أو إنسانين، عليه في رمضان أن يقضي مصالح 3 و4 و5. لماذا؟ لأنه يطلب الأجر والثواب. كذلك إذا كان الإنسان مدرسا عليه أن يجتهد في التدريس وفي إيصال المعلومات إلى تلامذته، وأن يكون هاشا باشا، لا أن يغضب ويحزن، فهذا مخالف تماما لمقاصد الصيام. ذاك الإنسان عليه أن يسعى في حرفته تجارة أو تعليما أو هندسة، لأن رمضان ليس شهر العطالة والبطالة كما يفهمه كثير من الناس، بل هو شهر الإنتاج وشهر الجهاد وشهر الدعوة وشهر الخير والبركات. وهذا نستقرئه من سيرة أسلافنا الصالحين، فقد كانوا يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره، حتى إذا نادى منادي الله تعالى بصلاة الظهر على المسلم أن ينقطع لله عز وجل وأن يقصد بيت الله عز وجل ليصلي صلاة الظهر. لأن من الأمور التي ينبغي أن نتفق عليها في البرنامج اليومي للمسلم في رمضان أن الصلوات الخمس ينبغي أن تؤدى في جماعات، وأن تؤدى في أول أوقاتها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. والإنسان كذلك يحرص ما أمكنه الوسع على أن يجتهد في أداء النوافل والرواتب وأن يبكر للمساجد. لذلك الإنسان عليه أن يحافظ على الصلوات في شهر رمضان في مساجدها، حتى إذا صلى الإنسان الظهر فيختار لنفسه إما أن يجلس لذكر الله، أو أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، أو يذهب ليتم عمله إن كان ممن تمتد به الوظيفة إلى ما بعد صلاة الظهر.
أو يذهب ليجتهد في خدمة أهله ومساعدة أمه وزوجته في أعمال البيت، وهذا مما لا يفهم كثير من الناس. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهله، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويكنس بيته، حتى إذا نادى منادي الله بالصلاة قام كأن لا نعرفنا إلا يعرفنا ولا نعرفه. حتى إذا الإنسان قضى هذه المصالح والمآرب لا بأس أن يأخذ يعني حصته من القيلولة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. وما دمنا قد اتفقنا على أن من أساسات البرنامج اليومي للمسلم في رمضان أن يصلي صلاة القيام، فلا شك أنه سيحتاج إلى هذه الصلاة، هذه النومة، نومة القيلولة، لكي يستعين بها على الاستيقاظ لصلاة القيام. والطب الحديث والعلماء يثبتون أن نوم القيلولة فيه من الفوائد الكثيرة التي ليس هذا محل تفصيلها. حتى إذا نادى منادي العصر كذلك على المسلم أن يجتهد أن يكون من المتسابقين لصلاة الجماعة. الإنسان يعد وضوءه ويقصد المسجد ويصلي صلاة الفريضة في جماعة ليفوز بثواب هذا الشهر، حتى إذا فرغ المسلم من صلاة العصر عليه أن يجلس في بيت الله أو في بيته ليذكر الله تعالى، لأن الله عز وجل يخبرنا في القرآن أن وقت الغدو الذي هو وقت الفجر والذي تحدثنا فيه ووقت الآصال هذا وقت يسبح فيه الله ويذكر. فالإنسان بعد صلاة العصر لا بأس أن يمسك المصحف فيقرأ ما وضعه على نفسه من الأوراد. فإذا كان الإنسان يريد أن يختم القرآن مرة واحدة في شهر في رمضان، يعني في شهر رمضان، عليه أن يقرأ ورده من القرآن بما يتوافق مع هذه الختمة التي أبرم على نفسه. مثلا يقرأ حزب بعد صلاة الفجر وحزب بعد صلاة العصر، فيكون بذلك يختم القرآن مرة واحدة في رمضان. إذا كان يريد أن يختم مرتان يقرأ حزبان حزبان، إذا كان يريد أن يختم أكثر من ذلك مثلا أربعة أحزاب إلى آخره، الإنسان يأخذ من العمل ما يطيق. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. حتى إذا فرغ الإنسان من تلاوة القرآن عليه أن يجتهد في ذكر الله عز وجل. مثلا يأتي بأذكار المساء، يسبح الله، يحمد الله، يستغفر الله، حتى إذا انتهى من أذكاره يرفع يده إلى الله عز وجل بالدعاء. وقلنا أننا يجب أن نضع لأنفسنا دعوات مخصوصة في رمضان. مثلا الإنسان يريد أن يحصل على وظيفة يجتهد بالدعاء في رمضان، والله يستجيب الله له. الإنسان يريد الزواج يجتهد على الدعاء في رمضان، والله يستجيب الله له. الإنسان مبتلى بمرض يريد أن يشافيه الله، يدعو الله في رمضان، والله العظيم يستجيب له، لأن هذا وعد الله عز وجل. ولذلك لا غرابة أن نجد آيات الدعاء في القرآن الكريم في سورة البقرة وضعت بعد آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ذاك الإنسان يحرص في هذا الوقت الذي هو وقت الآصال أن يجتهد في ذكر الله عز وجل، حتى إذا فرغ من أوراده وتلاوته ينصرف إلى مساعدة أهله، أو إلى البحث عن مسكين أو فقير يدعوه إلى وجبة الإفطار، أو ينقل له الإفطار في بيته، أو إلى غير ذلك. حتى إذا نادى منادي الله عز وجل بأذان المغرب على المسلم أن يفطر على ما اتفق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على الرطب أو على التمر حتى إذا لم يجد شرب الماء. الإنسان يفطر وليحرص على أن يأتي بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وليحرص هنا أن يدعو الله عز وجل، يسأل الله عز وجل كذلك. لذلك الدعاء يدور مع المسلم طوال يوم صيامه، حتى إذا يعني قضى نهمته من الطعام عليه أن يقصد المسجد ليصلي. وهذه من الأمور التي يفعلها كثير من المسلمين، يصلون المغرب في بيوتهم. إذا صلى الإنسان المغرب في بيته لا أقل من أن يجمع أهل بيته لكي يصلي معهم، والأفضل له أن يذهب إلى المسجد لكي يصلي. وهذا فيه فوائد طبية. مثلا الإنسان عندما يأكل الرطب أو التمر ويشرب الماء يعد معدته لاستقبال الطعام، أما إذا هو دخل مباشرة على الطعام فأكل وشرب فإنه يتعب معدته. فصلى الله عليك يا رسول الله، كيف كنت علينا شفيقا حتى في أمور صحتنا وأبداننا التي ينصحنا بها الأطباء اليوم.
حتى إذا صلى الإنسان المغرب في جماعة جاء لبيته وأكل ما تيسر معه من الطعام، والوصية أن لا يغرق الإنسان في الطعام ولا يكثر من الطعام، لأن البطنة تذهب الفطنة، ولأن الإنسان إذا أكثر من الطعام وشبع فإنه سيتكاسل ويتقاعس، ولا بأس في هذه الساعات يعني بين المغرب والعشاء أن يجلس الإنسان لأهله فيؤنس زوجته ويلاعب أولاده ويصل رحمه، يعني يصل أمه وأباه، وأن يعاون المساكين والفقراء، وأن يزور إخوانه في الله. فهذه الساعة بين المغرب والعشاء ساعة يتواصل فيها الناس ويتزاورون، حتى إذا جاء منادي العشاء أو العشاء توجه إلى المسجد قاصدا أن يصلي العشاء في جماعة، وليصلي ما تيسر له من التراويح في الجماعات والمساجد، منصتا لكتاب الله، متمسكنا بين يدي الله، داعيا راجيا لله عز وجل، حتى إذا قضى صلاته عاد إلى بيته ليطالع صفحات الإنترنت، أو يقرأ في كتاب، أو يستمع إلى درس، أو أن يتناقش مع أصدقائه وزملائه، منصرفا عن المحرمات وعن ما يوجب سخط الله عز وجل. إذا فعلنا هذا البرنامج اليومي وحرصنا عليه فنستفيد من رمضان لكي يتحقق لنا المقصد. فكل هذه الأعمال ليست غاية في حد ذاتها، وهو سلامة هذه القلوب التي سنفصل في كيف تسلم ومركزيتها في دين الحنيف. إلى ذلك الحين طابت لكم الأفراح، وكنتم من الله أقرب.